مجدير مع الشاب، وتحية عين صالح، وتحية الشاب تاع عين صالح، وربي يحفظكم ويسركم ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله، ثاني حاجه هنا جيناكم اليوم وكنا معاكم وشفنا اللجنه البارح واجتمعنا معاها وكلمونا وفهمونا ومشينا حتى البئر وشفنا كل الاشياء ان شاء الله، ونوعدكم باذن الله بربي ان شاء الله باه نبلغوا هذه الشغلات تاعكم ان شاء الله للسيد رئيس مجلس الشعب الوطني. وشكرا يا اخواني الاعزاء.